رجعت لكم بفيديو جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا وتستفيدوا منها. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وخلونا نوصل الفيديو الألف لايك وانتو قدها. قصتنا اليوم من قصص فوز العالي. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ القصة. تقول صاحبة القصة: حنا عائلة مكونة من أم وأب وثلاث أولاد وثلاث بنات. أخوي الكبير متزوج وعياله كبار وعايش في تبوك، وبعده أنا متزوجة وعندي ثلاث أطفال وموظفة، وبعدي ولدين متوظفين وأعمارهم قريبة من بعض، وبعدهم بنتين، واحدة في الثانوي وواحدة في المتوسط. والمهم في حكايتنا اليوم الولدين الشباب فارس ونواف، قريبين من بعض كأنهم توأم ويحبون بعض بزيادة ويبغون يتزوجون مع بعض، وأمي تدور لهم البنات الجميلات بكل زواج. ما بيجي زواج ما راحت له تدور البنات الجميلات اللي يستحقون عيالها، وكانت تتمنى تلقى خوات، وحتى عمتي وخالاتي يدورون معها. وبعد البحث عن العروس لمدة أشهر كلمتنا واحدة من خالاتي وقالت: تذكرين البنت اللي قلتلك زي القمر، تعالي معاي زواج أخوها وشوفيها. جتنا أمي بعد الزواج تقول: خلاص لقيت عروسة نواف وجبت رقم أمها، وما لكم بالطويلة. كلمت الناس وتمت الخطبة والزواج والأمور تمام والحمد لله. ورجعت أمي تبحث من جديد، وبعد فترة قصيرة لقت بنت حلوة وتهبل زي ما تتمنى، وتم الزواج. وكانوا أخواني مبسوطين بعرايسهم واستأجروا شقتين جنب بعض، وأمورهم من أحسن ما يكون. وأمي كل زواج أو عزيمة تاخذ حريم عيالها معها ترزز فيهم، والناس يقولون ما شاء الله على الجمال والأخلاق، وكل واحدة أجمل من الثانية. واستمرينا بعد زواج فارس بسنة، إلا أمي تقولي: ما لاحظت إن أخوانك بدأوا ينفرون من بعض؟ يا خوفي بكرة يكرهون بعضهم. قلت: لا يمه مستحيل، هذيل يموتون ببعض، ودائما سوا وسفراتهم سوا، حتى روحاتهم السوق مع بعض، واستراحتهم حقة الشباب وحدة، وأصحابهم نفس الشلة، مستحيل يبعدون عن بعض. قالت: هذاك أول، الحين بعد الزواج تغير كل شيء. وبعد كلام أمي صرت أركز في كلامهم إذا تجمعنا، وطلع كلام أمي صح. مرة كنا جالسين في الملحق نتقهوى مع الوالد، ونواف قال: اطلبي لي سيارة بروح الورشة، سيارتي هناك، وطالبين قطع غيار بجيبها لهم، واطلب لي سيارة ويروح. وقل لي: فارس غريبة ما اعطيته مفتاح سيارتك او وصلته. قال: عادي بس انا عندي مشوار ضروري. قلت: بالعادة في موقف مثل هذا ترمون المفتاح على بعض وكل واحد يحلف على الثاني. قال: ما يضر ياخذ تاكسي وينهي مشاويره ما فيها شيء. وبعدها تأكدت انه كلام امي صح. أمي صارت كل ما جلست مع واحد منهم تنصح: أخوك وأخوك وصلة الرحم، والواحد ما يسمع كلام الحريم ويكره أخوه، وخلك أنت العاقل. لكن ما في تحسن أبدا، والأمور كل ما لا تزداد سوء بينهم. بعد فترة جاء أخوي الكبير اللي في تبوك، وإخواني الاثنين سووله عزيمة كبيرة وحريم ورجال. وبدت العزيمة، وكل واحدة منهم عزمت أهلها وخواتها، وكل شيء تمام، لين صار موقف قدام عيني. زوجة فارس لها أخت مراهقة وتحب الرقص، وتطلب أغاني معينة من الدي جي وترقص عليها، وما حد يرقص معها. راحت زوجة نواف وقالت للدي جي: أنا قلت لك قبل شوي لا تشغلين هذه الأغاني، ضيوفنا ما يحبونها. قامت قالت لها هذيك البنت، وتأشر على أخت زوجة فارس وتقول: هي قالت لي شغليها. قالت لها زوجة نواف: ما عليك منها، أنا اللي اتصلت عليك وحولت لك العربون، وأنا اللي بحاسبك. قالت: إيه صح. وقالت: خلاص لا عاد تشغلين هذه الأغاني. سمعتها البنت وزعلت وقعدت تهاوش وتعترض، وزوجة نواف ما ردت عليها. طلعت عند القهوجية والبنت تلحقها وتقول: اسمعي حبيبتي، حنا نختار نص الأغاني وانتي نص. قالت: انتم مين؟ قالت: أنا وأختي، هذه عزيمة أختي ونختار الأغاني اللي تعجبنا. قالت: آسفة، حنا نحط الأغاني اللي تعجب ضيوفنا، وانتي واحدة من الحضور، إذا ما عجبك الوضع تقدرين تطلعين. قالت هذه وقاحة تطرديني من عزيمة أختي، وتروح وتجيب أختها زوجة فارس معها. قامت قالت لها: كيف تطردين أختي من العزيمة؟ قالت: أنا ما طردتها، قلت إذا ما عجبتك الأغاني تقدرين تطلعين. قامت تردت عليها: تتحكمين في الدي جي وتمنعين أهلي عنه علشان أنت اللي طالبته؟ طيب أنا طالبة البوفيه وبمنع أهلك من العشاء، وش رايك؟ قالت: أتحداك، زوجي دافع نصه وبدخل كل ضيوفي. وراحت وخلتهم. وفي هذا الوقت أمي تقلط الضيوف على العشاء وترحب فيهم، وهم كل واحدة منتفخة في جهة. وراحت لحقت الدي جي قالت: شغل الأغاني اللي أختي طلبتها. قالت: آسفة مستحيل أشغلها لين تقولي اللي حجزتني وعطتني عربون. وتروح وتدق على فارس، قالت: خل أخوك يكلم زوجته يخلي حرمة الدي جي تشغل الأغاني اللي أهلي طلبوها لأنها متحكمة فيها. قال: ليش أنا ماني دافع النص؟ قالت: إلا بس زوجة أخوك ما تفهم وسوت أشياء كثيرة أقولها لك بعدين، المهم الحين خل أخوك يكلمها
وتقول للدي جي تسمع كلامي وتشغل اللي أقوله لها. وبعد شوي نواف كلم زوجته واسمعها تناقشه، وشكله ما أعطاها وجه. وجت وقالت لصاحبة الدي جي خلاص الحين شغل اللي يبغون، حنا خلصنا، ومشت. وزوجة فارس تقول اي ناس ما تجي الا بالعين الحمراء، وتعلي صوتها. زوجة نواف تمشي بهدوء وتسوي نفسها ما تسمع، وتلعب بشعرها وترتب جلسة بالحوش، وتزيد عليها الكراسي والطاولات اللي في الممر، وتقول للشغالات جيبوا كراسي العشاء اذا الحريم خلصوا. وكل ما غسلت حرمة قالت تعالي نشرب الشاي والنعناع في الجلسة برا في الهواء الطلق. والحريم تجمعوا في الحوش وقالوا ايه والله الجو حلو، وصدعت رؤوسنا من ذي السماعة، ويسولفون ويتقهون. وزوجة فارس وأختها معهم كم حرمة يرقصون، وينتظرون الحريم يجون علشان يرقصون قدامهم ويقهرون زوجة نواف، لكن طولوا. وقالت زوجة فارس الحريم طولوا كل هذا عشاء؟ قالت أختهم الصغيرة الحريم في الحوش من اليوم، حتى ماما معهم. قالت إيش؟ وتطلع وتلقى الكل في الحوش، وزوجة نواف جالسة تتعشى هي وصديقتها ويضحكون. وحسيت إنها بتنفجر، بس مسكت نفسها وراحت جلست جنب أمها في الجلسة اللي برا، والناس بدأوا يطلعون. وأنا رحت مع أمي لبيتها وعلمتها بالسالفة كاملة، قالت لا تعلمين أحد حتى أخوانك، خليني أتصرف، ونمت عندها. وفي الصباح قالت سوي فطور ودي لي الملحق بكلم أخوانك. ودقت على نواف قالت تعال افطر معي في الملحق. قال عندك أحد؟ قالت لا. ودقت على فارس وقالت تعال افطر معي في الملحق. قام قال عندك أحد؟ قالت لا. وبعد شوي جاء الأول ثم الثاني، وكأنهم تضايقوا لما شافوا بعض. قالت قومي جيبي ورقة وقلم، وانتم اسمعوا، حريمكم فرقوا بينكم، وأنا لازم أعرف مين السوسة فيهم اللي ما تخاف ربي وتفرق بين عيالي وتهد المحبة والأخوة اللي زرعتها فيكم من سنين. قال فارس اسأليه زوجته وش سوت البارح، وصلت فيها الوقاحة إنها تطرد أهل زوجتي من العزيمة وهو راضي. قال نواف أنت اللي ما تدري عن شيء، أخت زوجتك هي الملقوفة، وزوجتك بغت تمنع أهل زوجتي من العشاء كأننا ناكل من حلال أبوها. قالت أمي أص ولا كلمة أنت وياه، وقالت لي أكتب الأسئلة اللي بقولك. السؤال الأول وش اللي صار البارح بالضبط؟ السؤال الثاني أخوي شايش علي ما أدري علامه؟ السؤال الثالث وش رايك الحين وش أسوي؟ السؤال الرابع أحس إني غلطت عليه، وهذا مهما صار أخوي وش رايك أروح أعتذر منه؟ وأنا أكتب اللي تقول أمي وأنا مستغربة وطالع في أخواني مستغربين. قالت يلا كل واحد يدق على زوجته ويحط سبيكر ونسمع وش تقول، وهم يصيحون مع بعض لا ما يصلح ماله داعي يسمع صوت زوجتي. قالت ثاني أصلا عيب. قالت أص أنت وياه ما في أعلى من أصواتهم في الأسواق والمطاعم، الحين صار عيب؟ خذ الورقة وتعطيها نواف. قالت يلا اتصل أنت الأول. قال يمه ما يصير، طيب خليه يطلع. وقام فارس بيطلع، قالت أمي ارجع أنا اليوم بقطع عرق وسيح دم، وانت اتصل وقل لها أنا جيت أفطر مع أمي وأخوي، لما شافني راح دخل البيت وأمي لحقته وأنا لحالي في الملحق، والسؤال اللي أشر لك عليه قوله لها. وبعد تردد اتصل وصباح الخير وكيف الحال ووينك فيه، قال كلام أمي وتأشر أمي على سؤال أخوي شايش علي ما أدري علامه. قالت أكيد معبيته اللي عنده تقلب القصص على كيفها وهو صدقها، وأمي تأشر على إيش اللي صار بالضبط. قالت أنا قلت لك أختها تطلب الأغاني اللي علمتك 4 أغاني ورا بعض، أنتظرها تخلص، ولا الأخت مسترسلة وتجي تطلب الخامسة، منعتها وطلعت من المجلس ولحقتني وتقول حنا نطلب نص الأغاني وانت نص وما يحق لك تمنعينا، قلت انت ضيفة إذا ما عجبك الوضع تقدرين تطلعين. وزعلت ونادت أختها، وجتني شاشة وتقول أنا أقدر أمنع أهلك من البوفيه لأني حاجزته. قال ومنعتهم؟ قالت لا ما تقدر، لو منعتهم كان خالتي طردتها، وبعدين انت كلمتني خليتني اسمح لهم بالاغاني اللي يبونها، والحريم ما عجبتهم، ورتبت الجلسة الخارجية، قلت اللي يبي الاغاني يروح لهم، واللي ما يبيها يجلس برا، وهي زعلت هي اختها علشان ما جاهم الا كم واحدة، وباقي الحريم طلعوا برا. وأمي تأشر على الورقة، قال طيب وش رايك الحين وش نسوي؟ قالت مدري عنك على كيفك، بس أنا ما عاد أسكت لها، كل كلمة أو حركة برد عليها لأني سكتت لها وتمادت تحسبني ضعيفة أو خايفة منها، أنا كنت ساكتة احتراما لكم لكن هالنوعية ما تنعطي وجه، وإذا احترمهم الإنسان يتمادون. وأمي تأشر على الورقة مرة ثانية، قال أحس إني غلط عليه، وهذا مهما صار أخوي وش رايك أروح أعتذر منه؟ قالت معاك حق، وأخوك ترى معذور، حط نفسك مكانه يصدقها ويدافع عنها، وخلك قريب منه ولا تكلموا عن الموضوع أبدا، وعلشان خالتي بعد تراها تحس فيكم إذا فيكم شيء، وأنا ماني ضعيفة لا تخاف علي، أعرف أوقفها عند حدها لو غلطت علي. وأمي تأشر له سكر ويقفل. وفارس كان واقف عند التلفزيون ويقلب في القنوات ويدور وهو يسمع، وبعدين يبتسم ويقول صدق ما هي ضعيفة. قالت أمي تعال دورك، ونفس البداية. ولما قال
وأمي لحقت وأنا لحالي وأخوي شايش مدري علامه، قالت ما يحتاج سؤال أكيد محرشة السوسة اللي عنده. وأمي تأشر على الورقة، قال وش اللي صار بالضبط؟ قالت إيش فيك طول الليل وأنا أحكي لك؟ قال علميني باختصار علشان أفهم. قالت زوجة أخوك كأن العزيمة عزيمتها، أنا صفر على الشمال من البداية. لين جات أختي تطلب أغنية وهي تروح لمشغلة الدي جي، قالت أنا اللي اتصلت عليك وهذه عزيمتي، اسمعي كلامي أنا وما عليك من غيري. وأختي تلحقها تكلمها، قالت إذا ما عجبك تقدرين تطلعين وأنا أجيها أكلمها. يا بنت الحلال، ما هو علشانك أنت اللي حجزتيهم تصير عزيمتك لحالك وتكلمني من طرف خشمها؟ قلت حنا مشتركين في العزيمة، ترضين أمنع أهلك من البوفيه؟ قالت أتحداك والله لو ماني بنت ناس ومتربية كان سويت زيها وقلت أنا حاجز البوفيه وأنتم غير مرغوب فيكم وتقدرون تطلعون، لكن التربية تفرق. قالوا بعدين؟ قالت بعد ما كلمها زوجها جت متفشلة، قالت يلا حنا خلصنا اسمعي كلامهم وراحت. وقلت لأختي يلا بعد العشاء أطلب اللي تبين وأرقصي. وهي تودي الحريم في الحوش جلسة تفشل، نصهم على كنب ونصهم جلسة الحوش ونصهم على كراسي البوفيه والطاولات أشكال والوان. والحريم يقولون لأمي علامهم طلعونا من المجلس الزين والمكيفات وجابونا هنا، ما يدرون إنه من الحسد والحقد اللي في كبدها علشان ما يشوفون أختي ترقص منقهرة منها ما أدري ليش. وأمي تأشر على الورقة، قال طيب وش رايك الحين وش اسوي؟ قالت انا قلت لك كلم ابوك بس برا البيت، لا تسمع امك لانها بتصدق الكذابة المغرورة، واشرح له كل شي لازم يعرف علشان ينصح ولده وهو يسمع منه. وامي تأشر، قال انا احس اني غلطت عليه، وش رايك اعتذر منه؟ هذا اخوي وما ودي يزعل عليه. قالت انتبه تغلط هذه الغلطة، لو اعتذرت منه بيصدق الكذاب اللي عنده وبترفع خشمها زيادة. قال له يعرف انها خسرته اخوه وبتخسره ابوه وبعدين بتخسره امه واهله كلهم. وامي تأشر له ويسكت، قالت ها وش رايكم؟ قال فارس يمه هذه وجهة نظرها بعد اللي شافته البارح، لا تلومينها. قالت سامية؟ قلت لبيه. قالت مين اللي صادقة في اللي صار البارح؟ قلت زوجة نواف. واللي كذبت؟ قلت زوجة فارس. أمي قالت اسمع يا فارس، زوجتك مثل السوس اللي ينخر في الخشب، ولو خليناها بيننا بتفرق بينك وبين العائلة كلها، ما تخاف الله ولا لها أمان. والله وأنا أمك إني ما ودي أقول طلقها، لكن هذه ما ينفع فيها النصح، والحمد لله اللي ما جالك منها عيال إلى الآن. استخير وفكر، وإن بغيت رأيي وأنا أمك افتك منها وبيعوضك الله أحسن منها وأجمل منها، واحدة تسعدك وتقربك من ربك ومن أهلك وما تكسى قلبك عليهم، هذه صلة رحم. شوف أخوك اللي كنتم كأنكم توأم كيف تفرقتوا، وإن بغيت تخليها على ذمتك انتبه منها ومن كلامها ونصايحها ولا تصدق كلامها أبدا. وخيم علينا الهدوء وقالت أهم شيء اللي صار اليوم ما أبي أحد يعرف عنه شيء ولو بعد 50 سنة، ولا تتكلمون فيه حتى لو بين بعضكم. ودخلت أمي تصلي الضحى، وحنا خيم علينا الهدوء والحزن. وفارس قام وسلم على نواف وقال اعذرني يا أخوي أنا غلطت عليك كثير. قال نواف وأنا بعد أبيك تسامحني، وكل واحد يعتذر للثاني، وأنا تأثرت من موقفهم ودمعت عيوني. وبعدين فارس قال أنا وش أسوي الحين؟ قال نواف تبغى رأيي؟ أسبوع كامل لا تسوي شيء وبعد الأسبوع فكر. ورحت لأمي لقيتها فارشة سجادتها وتدعي وتقول يا الله يا رب تحفظ عيالي وتبعد عنهم شر كل من فيه شر. وبعد 4 أيام بالضبط جاني فارس، قال الغشاوة اللي على عيني راحت، صرت أشوف كل شيء واضح، أنا كيف كنت أعمى؟ كيف كنت أصدقها؟ أحس إني كنت غبي وهي تمشيني على كيفها، صرت أعرف الكلام اللي بتقول قبل ما تبدأ. قال أنا قررت أطلقها بس ما ودي أجرحها وهي تحبني، أخاف تتأثر نفسيتها وما ودي أخرب سمعتها، أخاف أحد يظن فيها شيء غلط. ولقيت لي فكرة، وش رأيك؟ قلت وش هي؟ قال بقول لها أنا كشفت عند دكتور وقال أنت ما في أمل تجيب أطفال وما ودي أظلمك معي. قلت طيب أنت بكرة ما رح أحد يتزوجك، بيقولون هذا عقيم. قال وقتها يحلها حلال، وهذه سهلة، بجيب تقرير طبي إني سليم والحمد لله. قلت طيب وإذا قالت بعيش معك على كل حال؟ قال إذا قالت كذا والله ما أطلقها، بحاول أنصحها لين تتعدل وأكمل حياتي معها. وفعلا راح لها وقال أنا إنسان عقيم وسويت أكثر من كشف وكلهم أكدوا لي إني عقيم وما ودي أظلمك معي وأحرمك من الأمومة. يقول زعلت ودخلت الغرفة واتصالات بالجوال، وشوي تطلع تسألني طيب ليش ما نسافر نتعالج برا؟ يقولون في دكاترة وفي مستشفيات وبنت خالي وبنت جارتنا ومدري مين. قلت ما في أمل، أنا ما علمتك لين اتأكدت. المهم طول الليل ما نامت، أسمع صوتها تتكلم بالجوال وتروح وتجي، ولما قمت الفجر لقيتها تصلي وتدعي، ورحت صليت في المسجد وجيت لقيتها باقي بلبس الصلاة وتقول اسمع أنا استخرت وفكرت وخذت قرار. قلت بسرعة بالسرعة هذه؟
قالت انت معاك حق، الانفصال افضل لنا، وهذا شيء كاتبه ربي، وخلاص الله يرزق كل واحد منا باللي يتمنى. قلت بالسرعه هذه، فكري اكثر، اعطي نفسك فرصه كم يوم على الاقل. قالت ما له داعي نطول الموضوع، والطلاق بيصير في النهايه، خلنا ننفصل وحنا حبايب افضل. قلت خلاص مثل ما تبين، وتم الطلاق في هدوء، واعطاها كل حقوقها وزادها، وراحت لاهلها. وبعد اسبوعين الخبر انتشر في كل مكان، والاتصالات تجينا من كل مكان، وامي ما تدري وش تقول، وأخوي ألغى فكرة الزواج من راسه، وكان مصدوم بالسهولة اللي تخلت عنه فيها. وفي مرة قال لي تدرين باقي 5 أيام وتنتهي العدة، وكل يوم أقول يمكن ترسل وتقول برجع أعيش معك حتى لو ما يجينا أطفال، وأنا ما أقدر أعيش بدونك. قلت أنت للحين تفكر فيها؟ قال معقول يكون الحب هذا مجرد كلام وكله كذب؟ قلت في حب حقيقي وفي حب مجرد كلام، وانت يرزقك ربي باللي تحبك صدق وتعوضك ان شاء الله. قال مستحيل افكر بالزواج خلاص، وامي تقنع ان البنات يختلفون وما هم مثل بعض. لكن كان حزين ودخل مرحلة اكتئاب، وبعد 9 أشهر تزوجت، فقد الامل في رجعتها نهائيا، وامي كانت معه يوم بيوم وتحاول تقنعه بالزواج. واخر شي قالت انت ما تبغى رضاي؟ قال ابشري وش اللي يرضي. قالت امي تطيعني، انا لقيت لك بنت مناسبه ومن عائله محترمه. وافق وتم زواجه على واحده من جماعتنا، نعرف اهلها ويعرفونه. وامها قالت بس ولدكم يقولون عقيم. قالت امي لا، طلع غلط في التحاليل وكلموه المستشفى واعتذروا منه. قالت طيب ليه ما رجع زوجته؟ قالت يقول ما دامت خلت عني بهذه السهوله ما ابيها، ابي واحده توقف معي في العسر واللين، وتعينني على امور ديني ودنياي، وتساعدني في بر اهلي وصله الرحم. وما لكم بالطويلة، تم الزواج والحمد لله، طلعت الزوجة الجديدة أفضل مما نتمنى. وأبشركم فارس عنده ولد يجنن وسماه نواف، ونواف عنده ولد وبنت. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، وأتمنى تكونوا استفدتوا حاجة.